موجودة في كل مكان على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وتقريبا اي حد دلوقتي بيحاول ان هو يعمل قناة على اليوتيوب، يعني 99.9% منهم ما بيتجهوا لمجال الالعاب، ولكن للأسف الشديد 0.00000009% بس هم اللي بينجحوا. بس ما تقلقش، يلا ابدأ بس دلوقتي. بس قبل ما تبدأ انت محتاج شوية تدريب علشان تعرف ازاي تنجح وتبقى من ال 0.00000009% عشان نسيت الفصل. بس بقى كده احب ابشرك ان انت في المكان المناسب اللي هتتعلم فيه تعمل الكلام اللي احنا قلناه ده كله. فبس كده روح هات لك كوباية قهوة ويلا بينا. الفيديو ده في 7 خطوات بس علمك ازاي تعمل مونتاج جيمنج احترافي وتعمل فيديو خرافي زي اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي دوت. كانت فيديوهاتي في الاول لا تجني 30-40 مشاهدة، ولكن الان وبعد مشاهدة فيديوهاتك التعليمية اصبحت فيديوهاتي تجني 50 مشاهدة. انه حقا امر رائع عليكم بتجربته الان يا جماعة. بص بقى على اول خطوة وهي تسجيل الفيديوهات. انت لازم تصور، يعني انت لازم تسجل اللعبه، امال هتعمل مونتاج على ايه؟ انت بتتفرج دلوقتي ليه؟ انا عن نفسي في تسجيل الفيديوهات بتاعتي بستخدم الاو بي اس، هو كويس جدا وسهل جدا. سجلت اول فيديو واحب اقول لك مبروك. دلوقتي بقى انت داخل على الصعب كله. اول حاجه انا عايزك بس لما تسجل الفيديو تحفظه في مكان تبقى فاكر هو فين، يعني عشان هو ده اللي انت هتدور عليه وهتجيبه تعمل عليه مونتاج بعد كده. دي اول نصيحه انصحها لك. ثاني نصيحه، حاول تنظم الدنيا بتاعتك احسن من الهبل اللي انا عامله. ثاني خطوه نفتح برنامج المونتاج بتاعنا بريمير برو. طيب هتيجي تعمل بروجكت جديد، واهم حاجه تسمي البروجكت ده اسم تبقى حافظه علشان لو حبيت ان انت تخش وتعدل عليه بعد كده. تمام، هنروح بقى للفيديو اللي انت صورته. طبعا انت عارف هو فين، فتشده كده وتخش كده على البريمير وهتحطه في التايم لاين. شفت؟ سهل خالص والله، ما فيش اي حاجه صعبه. اول حاجه بقى هتعملها ان انت تدوس اي حته ملهاش اي لازمه في الفيديو بتاعك. طيب وعشان تعمل كده هتيجي عند الكيبورد وتدوس على حرف السي. خد بقى نصيحه كده صغيره من اخوك، انت طبعا حاول ما تقعدش تتفرج على الفيديو كله، ده فيديو ساعه مثلا تتفرج عليه كله وتدوس تتفرج عليه تاني وتدوس حاجات تاني بتاع. فباختصار كده انت هتيجي بص انت الحته اللي فيها كلام، طب انا بعمل كده تمام. تنجز معايا ماشي كده. احنا وصينا الحتت اللي ما فيهاش كلام، الحتت الفاضيه. بعد كده ندوس على حرف الفي، نيجي ندوس ديليت ديليت ديليت، ونيجي بقى عند الحتت الفاضيه دي برده وندوس ديليت ديليت ديليت. بس كده اشتغل، قصقص بقى براحتك. ودلوقتي ده الشكل النهائي بعد ما وصينا الحتت الكبيره اللي ملهاش اي لازمه في الفيديو. خش بقى على تالت مرحلة وهي حاجة كده أنا بسميها التظبيط. التظبيط بص ممكن تحس إن كده إن هو موضوع سهل، حاجة بسيطة مش هنعمل حاجة، بس صدقني دي بقى أهم حاجة هنعملها دلوقتي. التظبيط ده باختصار إن إحنا نحول الكزبرة اللي إحنا مسجلينه ده لحتة فنية، قطعة فنية. طيب أول حاجة أنت هتدور تاني على الحتت اللي ما فيهاش كلام، زي حتة زي كده هتقوم تسحب كده، تيجي تسحب كده لحد آخر كلمة أنت سامعها في، ودي عند الحته الفاضيه وتدوس ديليت، وهتقعد تتفرج تاني على كله وتعمل كده. قدرنا نوصل لمرحله تقريبا كويسه جدا من تظبيط الفيديو. فعش الله ينور عليك، ما تسقطش مني عشان احنا لسه ورانا حاجات كتير قوي هنا. رابع مرحله او رابع حاجه نعملها في المونتاج بتاعنا وهي حاجه اسمها زوم وتتبع. تمام، زوم اند تراكنج، زوم وتتبع، يعني انت بتعمل زوم على حاجه معينه بتفضل متتبعه كده في الفيديو. الموضوع يبان صعب بس هو سهل، وفي نفس الوقت هو مهم جدا بس انا عمري ما بعمله، او بعمله بس قليل يعني بصراحه، بس هو مهم جدا في الفيديوهات وهو حاجه كويسه وبتخلي كده بتشد اللي بيتفرج، بس مش عارف ليه ما بعملهاش. انا عشان كده مشاهداتي قليله، هبعملها في الفيديوهات اللي بعد كده. طيب خلينا نعرف بقى ازاي دلوقتي ان احنا نعمل زوم وتتبع لحاجه معينه في الفيديو. طيب فلنفرض دلوقتي انا عايز اعمل زوم على البتاع اللي هناك اللي انت، انا هاجي ابدا مثلا الزوم من هنا فاوز في الحته دي. تمام، طيب هاجي هنا عند حاجه اسمها موشن واجي عند السكيل كده وزوده. طبعا شايفين كل ما بزوده بيقرب. تمام، واظبط برده البوزيشن بالظبط اللي انا عايزه. فانا مثلا انا عايز الكائن دوت او البتاع ده في نص الشاشه. تمام كده، تمام كده، باجي اقوم دايس كده بقى في علامتين ساعه اللي هي بتاعت الجيب بتاعت زمان، ندوس عليها على البوزيشن وعلى السكيل، هيظهر لي هنا نقطتين. تمام، حلو قوي الكلام ده. ايه النقطتين دول؟ انا مش عارف هما ايه بصراحه.
بهزر بهزر، دي حاجه اسمها كي فريم. بس انا مش هشرح لك، مش جاي اشرح لك ايه الكي فريم ده، انا جاي اعلمك تعمل مونتاج وانت لسه مبتدئ. خرج من السجن. هنيجي بقى عند السهم اليمين اللي في الكيبورد ده، ندوس عليه كده نفضل ماشيين بقى. انا كده هو كده ما بقاش في نص الشاشه، انا عايزه في نص الشاشه، اقوم جايبه كده في نص الشاشه، مش كده تاني. تعالى اعمل في نص الشاشه. طبعا انت لو قللت في ال... انا كده هشرح لك الكي فريم، مش عايز اشرحه لك، اعمل زي ما بقول لك هتمشي شويه شويه شويه. تمام. انت شايف ان الموضوع هياخد وقت صح؟ طب انا عندي ليك حاجه اسهل، يعني انت مش هتفضل تعمل كده، انت ممكن تدوس هنا دوستين تمام، تمشي بالسهم وتجيبه كده، تمشي بالسهم وتجيبه كده، تجيبه بقى في المكان اللي انت عايزه، تمشي كده كمان خمسه وتجيبه كده، تمشي كمان خمسه وتجيبه كده، تمشي كمان خمسه وتجيبه كده في المكان اللي انت عايزه بالظبط، وتمشي كمان خمسه وتجيبه. طيب خلينا بقى نتفرج على اللي احنا عملناه. بس من الاخر الزوم والتتبع ده انت بتركز على حاجه معينه في الفيديو بتبقى مركز عليها، مش مهتم انت ليه مركز عليها، بس بتبقى حاجه انت مركز عليها. الخطوه اللي بعدها، خش بقى على خمس خطوات الموسيقى. يعني بصراحه الموضوع سهل، انت كل اللي انت محتاجه ان انت تجيب موسيقى كويسه تحطها على الفيديو بتاعك، يعني بس مش اكتر من كده. طيب انت ازاي هتعمل كده؟ الموضوع سهل. ايه السبب الموسيقى؟ مش فاهم. هتجيب موسيقى تحطها في الفيديو بتاعك. تمام. عامل كده بالظبط، موسيقى كويسه هحطها في الفيديو بتاعي ونسمعها مع بعض. تمام. طيب ماشي. لا بجد بقى، بنجيب الموسيقى دي منين؟ انا بستخدم احسن مكان ممكن تجيب من موسيقى مجانيه في العالم، يوتيوب لايبراري ومكتبه اليوتيوب. طيب دي هتجيبها ازاي؟ الموضوع سهل، الموضوع سهل. هتخش على اليوتيوب استوديو. تمام. الموضوع سهل، هتخش على اليوتيوب استوديو هتلاقي هنا في حاجه كتبت الملفات الصوتيه. تمام بس كده. طيب خلاص خلاص، نخش بقى في الجد شويه. دلوقتي انت خلاص لقيت الموسيقى المناسبه اللي انت هتحطها في الفيديو بتاعك، هتعمل ايه؟ هتروح تجيبها. طبعا انت عارف حطيتها فين، وطبعا انت منظم الملفات بتاعتك بشكل احسن من خراب الكزبره اللي انا عامله. هنجيب دي نشدها كده. تمام. هنحطها تحت الفيديو بتاعنا. تمام. بعد كده هندوس عليها، هندوس على حرف الجي في الكيبورد برضو، هتفتح لك دي. هتخليها مثلا ماينس 20. ليه بقى ماينس 20؟ عشان ما تبقاش موسيقى اعلى من صوتك او اعلى من صوت اللعبه، احنا عايزينها تبقى موجوده بس بصوت مسموع. اللي بعده ساوند افكت او المؤثرات الصوتيه، ودي حاجه كويسه جدا، بس خلي بالك ان انت برضو لازم هنعمل فيها حاجه احنا عملناها في الموسيقى. طيب اول حاجه هنختار الساوند افكت المناسب للوقت المناسب في الفيديو المناسب. تمام. يعني مثلا زي ما انتم شايفين كده والبتاع ده بيقع، فانا هجيب ساوند افكت صوت واحد بيقع، فانا هختار افكت صوت واحد بيقع، فهجيبه واحطه كده هنا. تمام. اقوم ساحبه واحطه كده تحتيه، وبرضو هندوس عليه وهندوس على حرف الجي ونقلله، بس مش هنخليه 20، هنخليه مثلا مش هنخليه سالب 20، هنخليه سالب 15. تمام. خلونا كده نسمع. فنخش على اللي بعده عشان الحوار ده مش مستاهل ان احنا نقعد نرغي فيه اكتر من. طيب بص، الخطوه دي بقى احنا ممكن نسميها سب تايتلز، ممكن نسميها شروحات توضيحيه بالعربي. تمام. ممكن نسميها تكست، ممكن نسميها كلام. هي كلام. ازاي تحط كلام على الفيديو بتاعك؟ الموضوع سهل مش صعب. اول حاجه نيجي ندوس برضو على حاجه في الكيبورد، احنا عمالين ندوس على حاجات في الكيبورد، المره دي ندوس على حرف التي، هيظهر لنا البتاع ده. هندوس على اي حته في الشاشه زي ما انتم شايفين كده، هنكتب بقى اللي احنا عايزينه، ايا كان بقى اللي احنا عايزينه ايه هنكتبه كده زي ما انتم شايفين كده بالظبط. نبدأ بقى ايه نظبط بقى زي ما احنا عايزين. نختار الفونت، اول حاجة انا يعني نختار فونت كويس، واهم حاجة ان احنا نخليها كده في السنتر، ان السنترة دي خطوة مهمة جدا في كل اللي احنا نعمله بعد كده في الكلام يعني. تمام. ونيجي عند ستروك، طبعا نختار ستروك، هنخليه اسود خالص، هنخليه تقريبا مثلا 15. مش هنيجي عند شادو، هنختار برضو اسود خالص. تمام. ونيجي بقى عند الحاجات اللي تحت الشادو دي، سيبها زي ما هي مش هعمل فيها حاجة. تمام. نيجي بقى عند ترانسفورم، هنيجي عند كلمة سكيل، هندوس على السكيل. تمام. هنخليها كده ايه 70. تمام. وهنمشي بالسهم حوالي 3 4 فريم، كل 4 فريم 1 2 3 4. هندوس هنا نرجعها ل 100 تاني، وهنمشي بقى 3 فريم تاني مثلا 1 2 3، وهنحط كي فريم. تمام. هنرجع بقى كده على الفريم اللي احنا عملناه قبل كده،
هنخليها 120. تعالوا كده بقى نشوف شكلها بيبقى عامل ازاي. بص كأنها بتطلع كده، بتعمل كده، بتعمل كده. هو ده اللي احنا عملناه بالكبر. ازاي بقى تزود كلمات تاني بقى؟ تمام، هنيجي كده عند الكلمه اللي احنا عملناها دي، هندوس على الالت، نفضل دايسين على الالت، نفضل دايسين على الالت، وبالماوس هنشدها كده. هنيجي بقى عند كل واحده ونغير الكلمه اللي احنا بقى، يعني هنخليها بقى على الكلمه اللي احنا بنقولها، عايزين نكتب احنا حاجه معينه نكتبها والكلام ده كله. مبروك. لا بجد بجد احنا كده خلصنا الفيديو. انت كده تبقى عرفت ازاي تعمل مونتاج للفيديو بتاع الجيمنج بتاعك من الالف للياء بطريقه كويسه وسهله جدا. تقريبا مش فاضل غير خطوه واحده بس، اعمل اكسبورت بقى للفيديو، يعني تصدره، نزله على الكمبيوتر، حوله من بروجكت مش مفهوم، واجهه مش مفهومه، كلام مش مفهوم، لفيديو ترفعه بقى على يوتيوب. وما تيأس، ما تفتكرش ان انت هتبقى من 0.00009%. ما تيأس، تفكر ان انت ممكن تبقى منهم، عمرك ما تبقى منهم. ده لا بهزر بهزر طبعا بجد. لو انت فعلا عايز تعمل كده اعمل كده، مش شرط يكون في هدف معين في دماغك، بس انت بتحب ان انت تعمل كده فاعمل كده. بس انت كده خدت مني وقت طويل قوي كده، كفايه عليك كده بقى، الفيديو ده خلص. فاتمنى ان هو بجد يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك، تتفرجوا على الفيديوهات اللي قبل كده. بس كده، مع السلامة.